ما هي أبرز التطورات الإقليمية التي طبعت عام 2013؟ تقرير ميشيل أبو راشد. الوضع في المنطقة مهتز وكل يترقب التغيرات يفرض نفسه لاعبا على الساحة الإقليمية. إيران اللاعب الأبرز تغير وجهها إلى الاعتدال، فالانتخابات الرئاسية في حزيران الماضي أوصلت رجل الدين المعتدل حسن روحاني إلى سدة الرئاسة من الدورة الأولى بنسبة تخطت 50%، معلنا عودة الإصلاحيين إلى الحكم. روحاني قلب صفحة محمود أحمدي نجاد، ومن حزيران إلى تشرين الثاني أي خلال 5 أشهر حصدت طهران اتفاقا تاريخيا مع الدول الكبرى في جنيف بشأن النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. جن جنون إسرائيل وحذرت من الاتفاق باعتباره خطأ تاريخيا، في حين تلقفت الدول الخليجية بحذر الموضوع وخصوصا بعد شبه الفتور الأمريكي السعودي. في المملكة التي حظيت في 17 من تشرين الأول بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لسنتين، اعتذرت في 18 أي في اليوم التالي عن قبول عضوية المجلس لازدواجية المعايير داخله. صفعة سقوط الإسلام السياسي في مصر أصابت أنقرة في العمق، وخصوصا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم شهد تظاهرات شعبية كثيفة واجهتها الشرطة بعنف في اسطنبول وأنقرة. اتهم في أعقابها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان المعارضة بالتخريب وإعادة جو الانقلاب في تركيا، ولكن مسألة الفضاء أحضربت الحكومة في عمقها، اضطر أردوغان إلى إجراء تغيرات كبيرة في وزاراته. في المحصلة الصورة مترابطة كالآتي: فوز الاعتدال في طهران والانفتاح على الغرب رافقهم تعاض وحذر خليجيان، وفيما توترت العلاقة السعودية الأمريكية كانت المملكة أول من بارك إطاحة الإخوان في مصر، وسقوط حكم الإسلاميين شكل صفعة للحليف التركي الذي بات يخوض حرب الحفاظ على السلطة. عام 2013 زمن التحولات، والقوي هو من يستطيع الصمود وفق معادلة أعداء الأمس حلفاء اليوم.